بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. فاينانشال تايمز تكتب: أول استراتيجية أمنية في ألمانيا تصف روسيا بأنها أكبر تهديد للسلام. في وول ستريت جورنال نقرأ: الولايات المتحدة تفتح قنوات دبلوماسية هادئة مع إيران لتخفيف التوترات. وفي الغارديان: تأجيل تصويت الكنيسة الإسرائيلي مع استمرار الخلاف حول الإصلاح القضائي. بعد سلسلة من الأزمات والخلافات، أزاحت الحكومة الألمانية الستار عن أول استراتيجية للأمن القومي للبلاد وسط أوضاع عالمية متقلبة. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: أول استراتيجية أمنية في ألمانيا تصف روسيا بأنها أكبر تهديد للسلام. ووفق الصحيفة، فإن ألمانيا كشفت النقاب عن أول استراتيجية للأمن القومي لها على الإطلاق، مما يمثل علامة فارقة في جهودها لإصلاح الدفاع والسياسة الخارجية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، وإلى جانب مواجهة مجموعة من التهديدات الناشئة من الهجمات الإلكترونية إلى تغير المناخ. قالت الصحيفة إن الاستراتيجية تلزم ألمانيا بزيادة الإنفاق على الدفاع إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما أنها تصف الجيش الألماني على أنه حجر الزاوية في الدفاع التقليدي لأوروبا. أضافت الصحيفة أن الاستراتيجية تقول إن روسيا تشكل أكبر تهديد للسلام والأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية، مما يؤكد التغيرات العميقة في المشهد الأمني لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ أن أطلق الرئيس فلاديمير بوتين العنان لغزو روسيا العام الماضي. كما تصف الصين الشريك التجاري الأكبر لألمانيا بأنها تعمل بشكل متزايد كمنافس لبرلين وتشكل تهديداً متزايداً للأمن الدولي في السنوات الأخيرة، لكنها تضيف أنه بدون بكين لا يمكن حل العديد من التحديات والأزمات العالمية. على الرغم من أن استراتيجية الأمن القومي تمثل تغييراً في نهج ألمانيا الذي تبنته لسنوات، إلا أنها جاءت مخيبة للأمال بالنسبة للبعض. صحيفة نيويورك تايمز تناولت هذا الموضوع تحت عنوان: ألمانيا تتبنى خطة أمنية أكثر قوة، لكن النقاد يصفوها بأنها ضعيفة. قالت الصحيفة إنه بينما حصلت الخطة على مراجعات إيجابية نسبياً من المحللين كدليل عن المدى الذي قطعته ألمانيا في تغيير ثقافتها الاستراتيجية منذ الغزو الروسي، فقد تساءلوا عما إذا كانت وزارات الحكومة الائتلافية المتنافسة ستكون قادرة على تنفيذ طموحات هذه الخطة. نقلت الصحيفة عن دانييلا شوارتر، وهي محللة للسياسة الخارجية، قولها إن وثيقة الاستراتيجية كانت خطوة تالية مهمة لألمانيا، مضيفة أنه حتى لو كانت الوثيقة مخيبة لأمال الكثيرين فهي طموحة بقدر الإمكان بالنسبة لهذا التحالف. أما أنا سوربري المحررة الخارجية في صحيفة دي تايت الألمانية، فترى أن الاستراتيجية جاءت مخيبة للأمال إلى حد ما، لكنها حاولت أن تأخذ نظرة شاملة للأمن لجميع أو للجمع بين القضايا الخارجية والداخلية، لكن يجب ملؤها بسياسة ملموسة. وأضافت سوربري أنها لم تلاحظ أي التزام جديد تجاه توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم أوكرانيا ومولدوفا، لكنها قالت إن نقطة الضعف الرئيسية تتمثل في عدم الالتزام بزيادة الإنفاق في الميزانية. لمناقشة ما جاء في صحيفتي فاينانشال تايمز ونيويورك تايمز، ينضم إلينا من برلين الدكتور أولي بروكنر، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد دكتور أولي. بداية، نتحدث عن أول استراتيجية دفاعية ألمانية، ما أبرز ما ترتكز عليه، وهل تتوافق مع بعض النقاد الذين اعتبروا أنها مخيبة للأمال؟ دكتور أولي،
didn't hear the question. I'm sorry. استمع للسؤال. أسألك عن أول استراتيجية. Because it's hard to understand what you're saying. أول استراتيجية أمنية عرضتها ألمانيا. ما أبرز ما ترتكز عليه هذه الاستراتيجية وبعض النقاط كما تابعنا في المقالات يعتبرونها مخيبة للأمل؟ هل تتوافق مع ذلك؟ لا، أنا لا أتفق مع هذا، فهي ليست مخيبة للأمل لأنها أول استراتيجية، وفكرة هذه الاستراتيجية هو التواصل محليا أو إيصال ما تعتبر ألمانيا أكثر التهديدات الأمنية، لذلك هي لديها أو لها دور تحليلي ودور التزام سياسي، وهذا يبرز أن ألمانيا تقف جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأنها ترغب في أن تفي بواجباتها كعضوة وتقدم استراتيجية كاملة لا تركز فقط على التهديدات الأمنية ولكن أيضا تأخذ في الاعتبار الجوائح وحقوق الإنسان وحقوق النساء ومشكلات الصحة والأمن السيبراني وعدد من التهديدات الأخرى التي تقليديا لا تعتبر عنصر أو عناصر من الاستراتيجيات الأمنية. طب لو توضح لي الموقف من الصين الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، يعني من جهة تبعنا في هذه الاستراتيجية انتقاد واضح للصين ومن جهة أخرى تعويل على دورها في بعض الأزمات. هذا من الواضح أنه شيء ينبغي أن يبرز، وهو والاستراتيجية لا تغطي كل شيء، والنقاط بشأن الصين هي نوعا ما تغيير في الموقف الموجود، لأن ألمانيا كدولة مصدرة لديها روابط وثيقة مع الصين في الاستثمار الأجنبي والمباشر وكذلك الاعتمادات التصديرية والتوريدية، وهناك تشكيك قوية أعرب عنها في استراتيجية الأمن أنه ما كنا نأخذ أو نضمن مع روسيا على أنها ستكون دائما موفر موثوق للطاقة، أيضا ينطبق على الصين، وأخذنا في الاعتبار الحقوق التي قد لا تكون سلمية للغاية في المستقبل مع الصين. هذا يتطلب إعادة تعريف الاستراتيجية مع الصين ليس فقط مع ألمانيا ولكن في الإطار كامل للاتحاد الأوروبي. طيب، وصف الجيش الألماني بأنه حجر الزاوية للدفاع التقليدي لأوروبا، هل يعني أن ألمانيا تسعى لتصبح القوة العسكرية الأقوى في أوروبا، وإلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك استفزازا لروسيا؟ نحن تعلمنا أن روسيا تفهم لغة القوة وأنه إذا ما كانت تعتقد ألمانيا والدول التي تفكر بنفس الطريقة أن أحادية الأطراف وثقة القانون الدولي كافية لكي نعيش في سلام معا على الرغم من كل الاختلافات في الأنظمة السياسية، ألمانيا عليها أن تستثمر في قوتها الصلبة لوقف روسيا من استخدام القوة كما فعلت مع أوكرانيا ضد أي من أعضاء الاتحاد الأوروبي أو أعضاء الناتو، وهذا ما تتوقع الدول الصغيرة من ألمانيا، وهناك شاهية للقيادة الألمانية، وألمانيا كانت مترددة لأن تكون قائدة أخذنا في الاعتبار تاريخها في القارة الأوروبية، ولكن الآن الحكومة الجديدة ترقى لتلبية والوفاء بالواجبات والتوقعات والتأمين على نطاق أوسع. طيب دكتور أولي، لطالما سعت ألمانيا لتعزيز اقتصادها وصناعاتها، هل هذا التغير في الاستراتيجية والانتقال نحو الدفاع العسكري هل سيكون على حساب ما كانت تعرف به ألمانيا، وكيف يمكن التوفيق بين المسعيين والحفاظ على صناعات متطورة وعلى اقتصاد جيد
مع الذهاب نحو دفع المزيد من الأموال لتمويل يعني الحاجة العسكرية؟ دكتور أولي، Can you repeat it? أسألك عن ال نعم، يبدو أن لدينا مشكلة بالصوت أو في الترجمة. كنت أسألك أنه لطالما سعت ألمانيا لتعزيز صناعاتها واقتصادها، هل سيكون الاستراتيجية العسكرية هل ستكون على حساب ذلك، وكيف يمكن التوفيق بين المسعيين؟ Okay. ألمانيا هي في موضع مريح للغاية بعد 10 أعوام من النمو الدائم، وألمانيا تؤدي بشكل أفضل من أغلب الدول الأوروبية، لذلك لديها القوة المالية للتطرق لعدد من المشكلات التي تمثل تحديات، ولكن هناك أولوية للتطرق لتغير المناخ، لأنه وفقا لاستراتيجيات الأمن الوطني تغير المناخ أيضا يرى كمصدر كبير للتهديدات وسيؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين، وكذلك سيجعل الدول التي لا تفضل التصرف الألماني في أن تتشدد في هذا الأمر، وكذلك سيزعزع الاستقرار في المجتمعات الغربية إذا ما كان هناك عدد كبير من الأشخاص يرغبون في تخطي المتوسط، وهذه أولوية. تفهم ألمانيا أنها تحتاج إلى أن تكون هناك طرق لمواجهتها، أيضا مواجهة أوكرانيا كعضو وفي الناتو وفي الاتحاد الأوروبي. دكتور أولي بروكنر، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. لافروف يهدد بإنهاء اتفاقية الحبوب بشكل نهائي، هكذا عنونت مجلة دير شبيغل الألمانية مقالها. وتقول المجلة إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح خلال اجتماع لدول البحر الأسود بأن بلاده لن تمدد اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة إذا لم يتم تنفيذ النقاط المهمة بالنسبة لموسكو بها. وأضاف لافروف أنه في حالة عدم تنفيذ بنود اتفاقية اسطنبول بحلول 17 من شهر يوليو، فلن يكون هناك مجال لمزيد من التمديد. في الغارديان، علماء يبتكرون أجنة بشرية اصطناعية باستخدام الخلايا الجذعية، ما يجنب الحاجة إلى البويضات أو الحيوانات المنوية. تقول الصحيفة إن العلماء أشاروا إلى أن هذه الأجنة تشبه تلك الموجودة في المراحل الأولى من التطور البشري، كما أنها يمكنها أن توفر فرصة مهمة لفهم تأثير الاضطرابات الوراثية والأسباب البيولوجية وحالات الإجهاض المتكررة. أضافت الغارديان أن الابتكار يثير قضايا أخلاقية وقانونية خطيرة، حيث يقع خارج التشريعات الحالية في المملكة المتحدة ومعظم البلدان الأخرى. واشنطن بوست تقول إن المشرعين في الاتحاد الأوروبي أقدموا على خطوة تاريخية عبر وضعهم قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي وضع بروكسل في شكل من أشكال الصدام مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين يضخون مليارات الدولارات بهذه التكنولوجيا. أضافت الصحيفة أن البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية ساحقة على حزمة شاملة لحماية المستهلكين من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي من الممكن أن تشكل خطراً. تحت عنوان لماذا صفقة ليونيل ميسي مع انتر ميامي لم تتم بعد، الدوري الأمريكي لكرة القدم وأبل يدفعان من أجل مشاركة كل النجوم. موقع The Athletic يتساءل ويقول
إن إعلان ليونيل ميسي عن نيته اللعب مع إنتر ميامي كان أحد أهم اللحظات في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكن الأخير لم يكن مستعداً لإعلان قدوم النجم الأرجنتيني. ويضيف الموقع أن الدوري الأمريكي أشار في بيان له أنه مسرور لانضمام ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، لكن العمل لا يزال قائماً لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رسمي. استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات سرية مع إيران لوقف برنامج طهران النووي والإفراج عن المعتقلين. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت هذا الموضوع تحت عنوان الولايات المتحدة تفتح قنوات دبلوماسية هادئة مع إيران لتخفيف التوترات. قالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مقربين من المناقشات إن إدارة بايدن استأنفت بهدوء المحادثات مع إيران في محاولة للإفراج عن السجناء الأمريكيين الذين تحتجزهم طهران وللحد من برنامجها النووي المتنامي. نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين أنه مع استئناف الاتصالات بين الجانبين وافقت واشنطن أيضاً على 2.5 مليار يورو أي نحو 2.7 مليار دولار كمدفوعات من الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، وأن فيما سبق تم تجميد هذه الأموال بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ذكرت الصحيفة أنه مقابل الإفراج عن السجناء وفرض قيود على الأنشطة النووية تسعى طهران للحصول على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة الإيرانية المحاصرة في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية. وبحسب الصحيفة ربط المسؤولون الإيرانيون مراراً احتمال الإفراج عن السجناء بالحصول على 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، وطالبوا بالوصول إلى مليارات الدولارات المحتجزة في العراق لتسليم الغاز والنفط. قرر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تأجيل التصويت على لجنة تعيين القضاة لمدة شهر عقب اجتماع داخل حزب الليكود على التصويت ضد أي مرشح من المعارضة في اللجنة. صحيفة الغارديان تناولت الموضوع تحت عنوان تأجيل تصويت الكنيسة الإسرائيلي مع استمرار الخلاف حول الإصلاح القضائي. قالت الصحيفة إنه من المقرر تأجيل تصويت رئيسي في الكنيسة الإسرائيلية يتعلق بخطة الإصلاح القضائي المتنازع عليها بشدة بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطوة يمكن أن تفسد المفاوضات مع المعارضة وتشعل الاحتجاجات المناهضة لهذا التشريع. بحسب الصحيفة ينظر إلى التصويت على نطاق واسع على أنه استفتاء على مستقبل خطة الإصلاح القضائي، وعلى الرغم من أن الحفاظ على الوضع الراهن من شأنه أن يرضي المعارضة لكنه سيثير غضب شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف وبعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه، مما يهدد استقرار حكومته. قال أعضاء المعارضة في الكنيسة هذا الأسبوع إنه إذا لم يتم انتخاب ممثلهم المرشح في لجنة اختيار القضاة فسوف ينسحبون من محادثات التسوية التي توسط فيها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتوغ، لكن المفاوضات لم تسفر عن الكثير حتى الآن. وقال زعيم المعارضة الوسطي يائير لابيد إن نتنياهو فقد السيطرة على حكومته وأصبح رهينة من قبل اليمينيين المتطرفين، مضيفاً إنه يدمر ديمقراطية واقتصاد وأمن ووحدة إسرائيل. أكد الرئيس الصيني شين جين بينغ استعداد بكين للعب دور إيجابي في إيجاد حل مبكر ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية تناولت الموضوع تحت عنوان الرئيس الصيني يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويقدم اقتراحاً من 3 نقاط لحل دائم للصراع مع إسرائيل. أفادت الصحيفة أن عرض الوساطة جاء في الوقت الذي التقى فيه تشي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بكين، حيث أعلنا عن إقامة شراكة استراتيجية ثنائية، وأشاد شي بعلاقتهما التي وصفها بأنها
بين أصدقاء وشركاء جيدين، واقترح أيضاً حلاً من 3 نقاط للقضية الفلسطينية. قالت الصحيفة إن الاقتراح يدعو إلى إقامة دولة فلسطين مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإلى زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للفلسطينيين، وكذلك وضع حد للأعمال الاستفزازية وتهيئة الظروف لمحادثات سلام من خلال اجتماعات دولية واسعة النطاق. ووفقاً للصحيفة، تولي الصين اهتماماً كبيراً للقضية الفلسطينية، وقد أيدت دائماً بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مضيفة أن الصين ستواصل دعم الاتجاه الصحيح لمحادثات السلام والمساهمة بالحكمة والقوى الصينية في تسوية القضية الفلسطينية. ذكرت الصحيفة أن الصين لطالما اقترحت مبادرات ونظمت محادثات سلام حول القضية الفلسطينية عدة مرات خلال ولاية شي، ولكن دون الوصول إلى نتائج جوهرية. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز العناوين. في الغارديان، ما لا يقل عن 79 شخصاً يلقون حتفهم بعد غرق قارب اللاجئين قبالة اليونان، ومخاوف من أن المئات في عداد المفقودين. تقول الصحيفة أن الضحايا وجميعهم تقريباً من أفغانستان وباكستان غرقوا عندما انقلبت سفينة الصيد التي كانوا يستقلونها والتي انطلقت من شرق ليبيا وكانت متجهة إلى إيطاليا قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز، فيما أعلنت الحكومة اليونانية الحداد الوطني لثلاثة أيام. في مجلة دير شبيغل نقرأ ارتفاع عدد النازحين من السودان إلى 2.2 مليون شخص. تقول المجلة الألمانية إنه منذ بدأ الصراع العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل حوالي شهرين فر ما يقرب من 2.2 مليون شخص من ديارهم، مضيفة أن منظمة الأمم المتحدة للهجرة أعلنت فرار 530 ألف شخص إلى البلدان المجاورة كتشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى فرار ما يقرب من 1.7 مليون شخص إلى أماكن أخرى من السودان. في دير شبيغل أيضاً، النواب الروس يصوتون لحظر تغيير الجنس، هكذا عنونت المجلة مقالاً قالت فيه إن روسيا تواصل طريقها ضد مجتمع الميم. ووفقاً لوكالة فرانس بريس وأسوشيتد بريس ونقلاً عن معلومات فمن الدوما، فإن النواب الروس صوتوا على حظر إجراء جراحات لتغيير الجنس وتسجيل التغيرات الجنسية في الوثائق الرسمية والسجلات العامة. في الواشنطن بوست، مؤشرات على وجود شكل من أشكال الحياة على أحد أقمار كوكب زحل والذي يدعى إنسيلادوس، بعد أن قال علماء في تقرير نشر بمجلة نيتشر إنهم اكتشفوا مركبات الفوسفات أو مركبات الفوسفات والذي يعتبر عنصراً ضرورياً للحياة، وهو ما يعني أن إنسيلادوس لديه المحيط الوحيد خارج الأرض المعروف باحتوائه على العناصر الستة اللازمة للحياة. ويستند التقرير إلى بيانات تم جمعها خلال مهمة لمركبة الفضاء كاسيني التابعة لوكالة ناسا الفضائية. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.